عيب 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 ان احنا في وسط فرحتنا وفي وسط ما احنا فرحانين بالفوز ببطوله مهمه جدا، ان احنا اول حاجه نعملها ان احنا نسيب جماهير المنافس او جماهير اي نادي تاني. صباح الخير عليكم جميعا. طبعا انا امبارح بالليل اول مرة اشوف احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري بعد ماتش الانتاج الاخير، وباكد ان انا ضد الاحتفالات دي، والاحتفالات دي اللي فيها سب لأي جمهور أو سب لأي حد هي ضد قيم نادي الزمالك. ومعرفش اللعيبة دي جابت الكلام ده منين، الكلام ده جديد علينا. أنا عارف ممكن في ناس زملكاوية تزعل من الكلام اللي أنا بقوله، لكن ده حق ربنا. زي ما بنطالب الناس إن هي تحترم نجومنا، لازم نجومنا يبدأوا ويحترموا نفسهم، لأن السب وانت بتحتفل ايه لازمته؟ احتفل بالدوري وافرح بدون الغلط والتجريح في أي حد. عيب 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 ان احنا في وسط فرحتنا وفي وسط ما احنا فرحانين بالفوز ببطولة مهمة جدا، ان احنا اول حاجة نعملها ان احنا نسيب جماهير المنافس او جماهير اي نادي تاني.